شو عم تعملي هون خديجة؟ أهلاً ألفت، ما في شي. تعي اسمعي، إبراهيم عم يعزف. أنت مو الموسيقى بس يلي عجبتك، وصاحبك كمان. شو عم تقولي ألفت؟ الموسيقى حلوة كتير. انتي مو مصدقتيني؟ باين انه اليوم ما رح تحلي عني. تعي نفوت لجوا. اضرب، لا تخليه يغلبك. ايوه. ما بصير تهرب. دستور. وين رايح؟ وين رايح؟ اضرب لشوف. يلا اضرب. ورجيني قوتك. مصطفى عذبكم؟ لا ما عذبنا. وجود مصطفى معنا بيحسسنا بفرح كتير كبير. تعال هون، تعال غلبتك، وين رايح؟ تعال. ما غلبتني. بابا أنا فزت، أنت عم تغش. لا أنا اللي فزت، أنت انهزمت. اعترف. يلا سلطان ما بينهزم. مصطفى يلا حبيبي تعا معي، لأنه السلطان مشغول ما هيك؟ أساساً هو لازم يرتاح لأنه لعب كتير اليوم. يلا مصطفى روح مع عمك. يلا خديجة حاضر.